تقول انتي طلعة من طلعات ناس الدبو؟ الحقيقة أرتروك هي كلمة ما عنديش علاقة بالرق ومتها حتى علاقة بالأرتروز، غير انه الزوز يسكنوا في المفاصل. كيفاش؟ ما فهمتش علاش؟ اوكي أرتروك كلمة في كلمتين أرتروك، وتعرف اللي قبل ما الإنسان يبدأ حاجة اسمها فلوس كان ثم حاجة اسمها المقايضة ولا التروك. ناس الدبو 52 في ظل فيقي ذات اليد وتقلص الموارد المالية وسعيا لدعم النشاط الثقافي المستقل في البلاد ضربوا خميسهم في ستيسهم وقالوا برا نرجعوا لعادة تجديدنا ونستغنوا تدريجيا على الفلوس. والدبوا في الاخر اللي هما ليه فنانين مهندسين اساتذة. الارتروك هو بعبارة اخرى حط شاشيت هذا على راس هذا، الاستاذ يقري لغة ويتعلم يعزف، والعازف يبرم عنا بلاش ويقري موسيقى، واللي عنده قليم باهي يكتب في السيت ويتعلم مونتاج. قلت لك شي راهو الارتروك يسكن في المفاصل.